up to up to دي بتستعمل للتعبير عن الزمان والمكان بمعنى حتى. بستخدمها للتعبير عن الزمان والمكان بمعنى ايه؟ حتى. يعني هنا اقول I will stay here up to Saturday، يعني انا سأبقى هنا حتى يوم السبت. اوكي؟ طيب I walked up to the tree، يعني انا ذهبت حتى الشجرة، انا مشيت لحد الشجرة. انا مشيت حتى الشجرة. I walked، طبعا walked هنا اللي هي التصريف الثاني من walk اللي هو يمشي. walked هنا ضفنا اي دي. walked انا مشيت up to لحد مين؟ الشجرة. يبقى up to استخدمناها ادي زمان حددت يومها، وادي مكان قلت tree. تمام، بمعنى مين؟ حتى. طيب عندي بعد كده under. under يعني اسفل، ونركز عشان انا عندي في under وفي below وفي beneath كلهم معنى واحد. طيب امتى اسال زي كده ان وانتو؟ تمام، وانسايد. اميز الثلاثه كيف؟ نركز مع بعض. under بمعنى اسفل، ولكن اسفل الشيء مباشره اي ملامس له، او تحت سطح حاجه معينه، تحت سطح الماء. يعني هنا بقول ايه؟ he was wearing a blue shirt under his sweater، يعني هو كان لابس تيشيرت او قميص لونه ازرق تحت السويتر بتاعه. يبقى الاثنين تحت بعض، واحد لابس قميص تحت مثلا الجاكيت، يبقى اذا الجاكيت ملامس لمين؟ للقميص. يبقى هنا under، يبقى اسفل الشيء مباشره. تمام. مثال ثاني اقول under the table، تحت الطاوله. under the water، هنا ده سطح الطاوله، دي مش تعتبر شيء له سطح. ايوه، يبقى تحت سطح الماء. under the table، under the water، تحت سطح الماء، تحت الميه. طيب ده مين دي؟ under. blue تصدم معنى اسفل، ولكن اسفل الشيء بمسافه، يعني غير ملامس له. يبقى الاثنين معناهم ايه يا اخوانا؟ ها، اسفل، سواء under او below. طيب هنقول هنا the climbers stop below the top of the mountain، يعني المتسلقون. طبعا الفعل عندي هنا climb يعني يتسلق، والبي لا تنطق. خلاص، البي عندي هنا لما جاء استخدم فعل climb، ما ينفعش اقول climb. تمام، البي عندي لا تنطق في الاخر يا اخوان، وده احنا كنا خدناه في الاخر. لكن لما اجي هنا اقول المتسلقون، اقول climbers، ما اقولش climber، لا climbers. the climbers stop blue، climbers البي لا تنطق بعد حرف الايه. طيب climbers المتسلقون مالهم؟ stop توقفوا، blue اسفل، the top of the mountain اسفل قمه الجبل. تمام، حلو. يبقى هنا في مسافه ولا مفيش مسافه؟ في مسافه. طيب down معناها ايه؟ اسفل او تحت او اخفض، ونستخدم عندما لا يكون هناك سطح. يعني اقول put down the gun، نزل سلاحك. put down يعني نزل، put down على بعضها يعني نزل. تمام يا اخوانا؟ فبقول هنا put down the gun يعني نزل سلاحك او نزل السلاح. I put my phone down on the ground، يعني انا وضعت تليفوني في الاسفل على الارض، حطيته على الارض. اوكي؟ طيب يبقى دي مين؟ داون. طيب هنلاقي عندي هنا في كلمة ثالثة، هي بلو وهي أندر، الثلاثة واحد. دي تشبه الاثنين دول، اللي هي إيه؟ بنيث. بنيث معناها أسفل، ولكن أقل استخداما، لأن إحنا دايما أكثر كلمات مستخدمة هي إيه؟ أندر، بلو، داون،
دي اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها في اللغه الانجليزيه. لكن لما اسمع في انا بسمع فيلم باللغه الانجليزيه او سمعت حد بيتكلم ان هو جاب كلمه beneath افهم ان هو يقصد بيها under او below. خلاص هنا above. above يعني في الاعلى او فوق، وهي المساحه ما فوق السطح وليس على السطح. يعني مش على الشيء نفسه. يعني ما اقولش مثلا my phone is above the table، يعني my phone على الطاوله. لا، طب ما هو على الطاوله كده، هو ملامس للطاوله، ملامس للطاوله. هنا استخدم on، لكن هنا بقول above. above في الاعلى او فوق، بس شيء مش ملامس، يعني كانه زي يعني مثال كده في الهواء يعني. اوكي، وكمان ينفع نستخدمها في قياس درجه الحراره والارتفاعات. طيب مثال: the birds were flying above the trees، يعني الطيور كانوا بيطيروا فوق الشجر. يعني فوق الشجر يعني مش واقفين على الشجر، مش واقفين على الشجر، هما بيطيروا فوق الشجر لكن مش واقفين على الشجر. دي كلمه above. طيب I want to fly above the clouds، يعني أنا أريد أن أطير فوق السحاب. أنا عايز أطير فوق السحاب. Okay. I want to fly above the clouds، فوق السحاب. يبقى هنا فوق. أنا غير ملامس للشيء نفسه. خلاص؟ غير ملامس، يبقى above هنا أستخدمها زي هنا مثلا الطيور بتطير فوق الشجر لكن هي مش واقفة على الشجر. يعني في الهواء. اوكي طيب لما اجي هنا اقول the summit of Everest، يعني قمه جبل ايفرست. is about حوالي 8000 متر above sea level، يعني above sea level يعني اعلى مستوى سطح البحر. تمام، يبقى هنا اعلى مستوى سطح البحر. طيب يبقى دي كلمه ايه؟ above. يبقى above دي معناها في الاعلى او فوق، وهي المساحه ما فوق السطح وليس على غير ملامسه للشيء. استخدمها في قياس درجه الحراره او الارتفاع زي المثال عندي هنا كده. تمام، قمه جبل ايفرست كام؟ تقريبا is about تقريبا او حوالي 8000 متر فوق سطح البحر.